أمس كان فيه رياح وللأسف الشديد كثرت إيش النكات وكثر الضحك. يا أخي اتق الله في نفسك يا أخي، هذه آية وما يعلم جنود ربك إلا هو. وعند مسلم من حديث عائشة كان إذا هاجت الريح يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وأرسلنا الرياح لواقع، الرياح فوائدها كثيرة، تغير الأجواء وتزيل الميكروبات من الجو والبوليوشنز والتلوث مع تغير الفصول، لأننا نحن الآن قادمون بإذن الله عز وجل من شتاء إلى ربيع، تنتشر الأمراض والأوبئة والأخلاط الرديئة، فتأتي الريح لكي تزيل هذه الميكروبس وتزيل هذه الطفيليات والفطريات والأذية، وأيضا تلقح النباتات، لأن الثمار في الربيع تختلف عن الثمار في إيش؟ في الشتاء. وأيضا لكي تكتسي الأرض حلة خضراء زاهية من الزهور، حتى قال الشاعر: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من شدة الحسن كاد أن يتكلم. هذا خلق الله عز وجل، فليس لك أن تسخر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما ينبغي السخرية ولا ينبغي نشر النكات، بل ينبغي نشر السنة للناس ليعلموا ماذا يقولون فيه إذا هاجت هذه الريح، ويتأملوا ويتدبروا.